رغم هالحب والعلاقة الكبيرة بينك وبين الحكمة، بس ليش ما خليت أولادك يلعبوا في الحكمة؟ مش أولادي ما بي... يعني جهاد بأمريكا بتركيا، وأولادي عندي نادي أنا تشامس بلبنان وشاركنا بكل الفئات العمرية، والحكمة يعني نحن ما طلعوا لأولادي للدرجة الأولى ليلتحقوا بنادي الحكمة، بعدهم صغار. الجهاد احترف هلأ بتركيا عم بيلعب، ما احترف بلبنان. انتقدوك على 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 جهاد إنه بيلعب باسم تركيا مش بيلعب باسم لبنان، لأنه العالم ما بتعرف القصة. ايه قولنا القصة. اوكي، هي القصة نحن معنا أنا عندي انفستمنت بتركيا ومعنا جنسية، سو أنا الجنسية أخذها ليستفيد منها جهاد ويقدر يلعب بأوروبا كمان. بالقانون التركي أنت كمجنس ممنوع تستفيد من جنسيتك وتلعب بأوروبا أو بتركيا إلا ما تلتحق بالمنتخب، لو التحقت معهم شهر. أوكي. وعلى سن 18 سنة ترجع بتختار بين بدك تلعب مع منتخب لبنان أو منتخب تركيا، بس بهيدا الوقت لازم تلتحق، سجل اسمك على لوائح الفيبا الاتحاد الدولي أنه أنت لعبت مع المنتخب التركي لتقدر تستفيد تلعب بتركيا. لو ما هيك جهاد ما كان عنده الفرصة يقدر يلعب بتركيا، سو خليته يلتحق يلعب بتركيا. هلأ في يلعب بأوروبا مثل ما بده كأنه أوروبي، أو بتركيا كأنه أوروبي. العالم شو بده؟ العالم عم تطلب انه جهاد يكون بالمنتخب لبنان، ما جهاد على سن 18 رح يكون بالمنتخب لبنان. رح يكون. بس بدي استفيد انا لا يقدر يلعب بعدين باوروبا او هلا باوروبا، بيقدر يلعب باوروبا هلا، بس العالم ليك المشكله نحن عنا بلبنان انه العالم بتنتقد وهي ما عارفين شيء، كمش تليفون، هذا اللي قاعد برا عم مسافر وعايش كل حياته برا، وعم يجي يتفلسف علينا على اشخاص خدمت الوطن اكثر منه بمليون مره. وأنه عم بيعلق بس لا يعلق، بس نحن ما بنعمل شيء إلا ما نكون دارسين، وأنا بالأخص ما بياخد أي خطوة إلا ما أكون دارسها مظبوط وشو عم بعمل فيها مظبوط، ولا مصلحة أولادي وعائلتي. أنا ما حاجي زد هالتالنت الكبيرة بالوقت الحالي بالبلد اللي ما فيها باسكت، الباسكت تراجعت كلها لورا، الليج مراجع كثير لورا، وقل له لابني أنت بدل ما تلعب مع فنر باتشي فرق من أبطال أوروبا بدي لعبك بلبنان، ما حتصير. انا بشوف مستقبل ابني، بشوف، وهن ما لهم حق يتدخلوا بمستقبل ابني، هن لهم حق بعدين يشوفوا جهاد بمنتخب لبنان وبس. هذا اكثر بس راح يكون في منتخب لبنان. نعم. رغم انك انت شخص عائلي كثير، يعني انت شخص مرتبط بعائلتك بشكل كبير، كيف قدرت ان جهاد يكون بعيد وانت مأساة مأساة مأساة؟ يعني امبارح انا من يومين كنت عم بحكي انا و اول امبارح كنا بعشاء وظاهر من العشاء ومعي اصحابي، دقيت له لجهاد فيديو كول، يعني جهاد انا بحكي معه بالنهار 4-5 مرات فيديو كول، سو دقيت له عم بحكي معه هيدا، سكرت برمت هيك مدمع، يعني انا كل يوم بدمع على على، ونحن اخذين عهد انا ومرتي من قبل ما نتجوز، لأنه نحن بعمر كتير صغير مع بعض، أنه نحن بعد ما نتجوز يصير عنا أولاد ما في شيء رح يفرقنا عن أولادنا لو شو ما بدها تكون الأمور، الأولاد بدوا يعيشوا معنا أو نحن منعيش مع أولادنا، لأنه نحن عائلية كتير. سو قلت لهم أصعب شيء بحياتي عم بيمرق علي هو بعدي عن ابني، إن كان أنا أو مرتي، جداً يعني مثل القلب عم بيتخزق يومياً، وهذا الشيء قلت له إياه أنا قبل ما أمشي. هلا كنت عنده عم زوره، قلت له ليك بابا خلي هالشي يحرز، يعني أنا بعيد عنك وأمك بعيدة عنك وأنت بعيد عنا وما عم تعيش عنا، أنا اللي بدي أطلبه منك إنه خلي هالشي بعدنا عنك يحرز، ما تاخدها فور جرانتد وهيك، خليه يحرز. هو عارفين كتير منيح إنه أدى وقدود وعم بيسابر ليكون يوصل للهدف اللي بده إياه. دوم تقول دايماً في مقابلاتك تقول أنا أتمنى جهاد يكون أفضل مني. هو أفضل مني. هو أفضل منك. أيوه. هو تالنت وسكيلز وموهبة أفضل مني بمجالات. الشغل الوحدة أنا اللي عم نميله إياه وعم تنمى معه هذا اللي هون، مش اللي هون الراس تبع الباسكتبول، عنده إياه الراس تبع الباسكتبول، المنتل تفنس، الأساوي اللي موجودة أنا اللي عندي إياه،
انه كميه التحدي اللي بيقدر اتقبلها، كميه الكوميتمنت والديسبلين والالتزام اللي لتاريخ اليوم انا عمري 42 سنه ما باخذ نهار بريك من تمريني. انه انا بتحدى حالي قبل ما اتحدى اي حدا، هولي اللي عم جرب نميله يوم، لانه هولي اذا بيوصل جهاد على هذا الليفل بمحل ابعد بكثير من ما هو فيه هلا. اوكي، هذا وضع جهاد ووضع اخوانه الثانيين الاثنين نفس الشيء. انا الصغير ما بخاف عليه، صلب. اوكي، صلب، شخصيته قويه. الله، جهاد شخصيته قويه، وبالملعب جهاد اذا بتجي بتجرب بس زكسكو شوي خلص بيفصل، بصير شخص تاني بالملعب. ممنوع يخسر، ما بيقبل يخسر، بس الصغير كاركتيره بوس، ما بخاف عليه. واخواته عم اخدين كاركتر تبعي، في شوي سنسيتيف يعني حساسين شوي. وانا هيدي الحساسيه قدرت اظهر منها مع الخبره، سو هيدا عم جرب اعطيه لجهاد وهادي من هلا قبل ما يوصلوا هن الاكسبيرينس، اعطيهم اياه انا، والخبره ترجع تجي زياده.